الأهم هو المرحلة الأولى اللي رانا فيها حاليا، وهو انتخاب رئيس الجمهورية. وبعد انتخاب رئيس الجمهورية راح يجي ما أهم لمراجعة الدستور وبناء الدولة الحقيقية للمستقبل. في الكلمة أنت الفريق وضع الحروف النقاط على الحروف. لما وضع النقاط على الحروف توضعت الطريقة اللي رانا ماشيين بها في هذا المرحلة هذه الأولى الأهم، وهي الانتخابات رئيس الجمهورية. يبقى الدور الموجود للإخوة ما يسمى بالبانيل والمجهودات اللي بذلوها في إطار الحوار الجاد ومسؤول.